مرحبا بكم في هذه الحلقه في رحاب القران. يكون لرحاب القران موعده وموضعه عندما نستهل ويستهل معنا شهر رمضان المبارك، فهذا الشهر شهر الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى. اذا على بركه الله عندما يبدا هذا الشهر تتجدد النفوس وتنساق المؤمنون في سباق وتنافس موعده الرحمة والعتق من النار إن شاء الله في آخر هذا الشهر المبارك. ونحن بدورنا سنضاعف من عنايتنا بكتاب الله سبحانه وتعالى أن نعيش في رحاب وفي ظلال هذا القرآن خلال هذا الشهر المعظم. سيكون هذا البرنامج برنامجا يوميا نلتقي فيه بأهل القرآن، بقراء القرآن، بالمرتلين، بالذين يرتلونه ويتلونه حقا تلاوته، وأيضا بالذين يقفون معه يقترفون من معينه يتدبرونه، فلا قراءة إلا لمتدبر. نأمل دائما منكم أن تلتحقوا بنا وأن تتصلوا حتى نكون حلقة واحدة، فالمتحلقون حول كتاب الله سبحانه وتعالى لهم المثوبة خاصة في هذا الشهر المبارك. إذا على بركة الله نفتتح معكم هذا البرنامج في هذا الشهر العظيم، نفتتح معكم بهذه الحلقة وسوف نمضي قدما في سورة الشورى. وسورة الشورى إحدى السور التي تقع في صدر حاممات ذلك الموقع من القرآن الكريم، أو تلك التضاريس إن صح التعبير من القرآن الكريم تتكرر فيها هذه السور، سور حاممات. إذا نحن كنا قد دخلناها في سياق برنامجنا في رحاب القرآن منذ بعض الوقت، ونحن ما زلنا في سورة الشورى. فالقرآن في أي موقع منه وفي أي مكان منه يجب أن نقف عنده ونفكر فيه ونعتبر به. إذا على بركة الله نستفتح معكم برنامج اليوم، ومعنا الشيخ المحدث الإمام أبو بكر عبد الرحمن الشيخ في وقفة التأمل معنا في هذا المقطع اليوم. مرحبا بك الشيخ. وأيضا معنا القارئ المؤثر، القارئ الذي يقوم الليل مصليا التراويح في مسجده، فهو الإمام بنيامين والإبراهيم الخليل. مرحبا بك يا أخي. إذا إن شاء الله سيكون معنا في كل موعد وفي كل يوم إن شاء الله نستضيف مزيدا من المشايخة ومن أهل القرآن. إذا بارك الله لنا ولكم في القرآن، لا تسوا تلتحقوا بنا وأن تخشعوا وأن تنصتوا. بارك الله لنا ولكم في القرآن. الشيخ بنيامين، لو بدأنا بتلاوة بإحدى الروايات، بإحدى الروايتين المشهورتين عن الإمام نافع، بما سنبدأ يا أخي؟ الذي قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجعلوا الملائكة الذين هم عند الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون. أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون. بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. إذا بارك الله لكم، نتوقف
هنا لأيضا الشيخ هذه الصورة بدأت بالكتاب المبين عندما استهلت، لكنها كانت تتحدث في المقطع الماضي عن نعم الله سبحانه وتعالى، عن هذه النعم الممثلة في الملبس وفي المركب وفي كل شيء من حول هذا الإنسان، واليوم تساق في معاني أخرى وفي دلالات أخرى، أليس كذلك؟ بلى وكذلك. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهداه وسار على نهجه إلى يوم يلقى الله بعد. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم جميعا على صيام هذا الشهر وقيامه، وأن نكون ممن يصومه ويصونه إيمانا واحتسابا للأجر عند الله سبحانه وتعالى. لا شك بأن البارحة الليلة الماضية حدث فيها حدث عظيم تغير فيه أمر الناس وتغير فيه الحال الذي كانوا فيه، وذاك ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا كان أول ليلة من رمضان فتحت أبواب الجنان ولم يغلق منها باب، وفتحت وغلقت أبواب النيران فلم يفتح منها باب، وصفدت الشياطين، تصفد الشياطين، وذلك إلى نهاية رمضان. وينادي مناد من قبل الله عز وجل: يا باقي الخير أقبل، ويا باقي الشر أقصر، وإن لله عز وجل عتقاء من النار، وذلك في كل ليلة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من عتقائه من النار، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إذن بتنا على خير وأصبحنا على خير في هذا الشهر الطيب المبارك، وفعلا أتاكم الخير، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أتاكم شهر رمضان فرض الله عز وجل صيامه، فيه تفتح أبواب الجنان وتسد أبواب النيران وتصفد مرادة الشياطين، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهنيئا لمن يصوم هذا الشهر ويصونه إيمانا واحتسابا للأجر عند الله سبحانه وتعالى، والويل لمن ضيع هذه الفريضة وتنكب عنها وتناساها، فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من أدرك شهر رمضان فلم يغفر له، هذا يقوله جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام، أبعده الله، أدخله الله النار، أبعده الله، فقل آمين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: آمين. فهذا باب من الخير فتح أتانا، فعلينا أن نستقبل شهر الله عز وجل رمضان بالإيمان واحتساب الأجر عنده سبحانه وتعالى، وأن نسأله دائما أبدا أن يعيننا على طاعته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا المقطع الذي توصلنا إليه في سورة الزخرف، ما زال الحديث فيه حديثا عن شرك هؤلاء الذين نسبوا الولد إلى الله سبحانه وتعالى، نسبوا إلى الله عز وجل البنات، كما مر قريبا في قوله سبحانه وتعالى: وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم، أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، وجعلوا الملائكة الذين هم عند الرحمن، والقراءة الأخرى: الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. إن أمر هؤلاء لعجيب، نسبوا إلى الله عز وجل الولد، وأي ولد نسبوا إليه الإناث والبنات، والحال الواحد منهم إذا بشر بالأنثى كما ذكر الله عنه ظل وجهه مسودا وهو كظيم، حتى نقل عن بعضه أبو حمزة الضبي أنه رزق بخمس بنات، فقال لامرأته: إن رزقت بنتا سادسة فلن أدخل البيت. فسافر ورجع فوجدها قد أنجبت بنتا، فاعتزل امرأته واعتزل البيت وبقي عند جيرانه. فكانت امرأته تقول بعد ذلك: ما لأبي حمزة لا يأتينا
يظل في البيت الذي يلينا غضبان أن لا نلد البنين والله ما لنا يظل في البيت الذي يلينا غضبان أن لا نلد البنين وهل لنا من أمرنا ماشينا إن نحن كالأرض ننبت ما قد جعل فينا. فكانت هذه صفة لهؤلاء وهم أنهم واحد يغضب وكأن الأرض ضاقت به لأنه رزق شيئا من الله سبحانه وتعالى. ولذلك لما أراد الله عز وجل أن يمن على عباده بنعمة الولد بدأ بالأنثى قبل الذكر، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. هذه أحوال المتزوجين، فمنهم من لا يرزق إلا الإناث نعمة من الله، لا يرزق إلا الذكور نعمة من الله، أو يخلط الله له بين الذكور والإناث نعمة من الله، أو يجعل عقيما، هذا قضاء وقدر من الله سبحانه وتعالى. إن أمر المؤمن كله له خير، فإذا أصيب بأي أمر أو إذا حل به أي أمر هو لا يريده عليه أن يلجأ إلى الله عز وجل يحمده ويشكره على ذلك، والله أعلم. إذن أكرمكم الله الشيخ، سنعود إليكم في وقفة أخرى. شيخ بنيامين، نستمع منك للرواية التي لم تقرأ بها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجعلوا الملائكة الذين هم عند الرحمن إناثا أو شهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون. أما آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون. بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. إذن بارك الله فيك شيخ بنيامين، الواضح أن هذه السورة يبدو أنها سورة مكية، فالعقيدة حاضرة جدا في تناول هذه السورة وكيف تخاطب من أرسل إليهم، تخاطبهم وتقودهم إلى القبول بعبودية وربوبية الله سبحانه وتعالى، وهم لا شك مكرهين إلى ذلك، لكن يبقى الإسلام خاصة ما يتعلق به. هناك تفصيل في ذلك. إذن على بركة الله هناك بعض من الأمور أشار إليها الشيخ في قراءات أخرى، في عباد الرحمن وعند الرحمن، وفيها أيضا ينشأ، هذا أيضا ربما يتعلق بعاصم، وهذا يسمى، سنسأل عن الشيخ في مرات أخرى لاحقة، ولعله هو الفرش، سنسأل عن الفرش معناه في وقت لاحق. إذن الشيخ، إذن وقفتك الثانية. الوقفة الثانية، هذه السورة تناولت كثيرا من شبه المشركين، ومن هذه الشبه في قوله سبحانه وتعالى عنهم أنهم نسبوا إلى الله عز وجل البنات، وأنهم إذا ما سئلوا عن ذلك أضافوا الأمر إلى الله عز وجل، والله عز وجل لا يأمر بالشرك ولا يأمر بالكفر. وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناه، اعتمادهم على القضاء والقدر في مثل هذه الأمور أوهن من بيت العنكبوت
الكثير يعصي ويفعل ما حلاله، ومع ذلك إذا أنكر عليه قال هذا أمر قضاه الله عز وجل علي وقدره. لا شك بأن الله عز وجل قدر الأمور قبل وقوعها سبحانه، ولكنه عز وجل ركب فينا هذا العقل من أجل أن يميز بين الصحيح وغيره، وهديناه النجدين، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها، إذن هو الذي زكى نفسه، وقد خاب من دسها، هو الذي دنس هذه النفس وخبثها. هنا أيضا قد يثير البعض في قوله تعالى وهو في الخصام غير مبين عن الإناث، قد يعترضون فيقولون بأن المرأة وصفت في القرآن بأنها لا تبين، ونجد خطيبات، بل وجد في الزمن الماضي هذه أسماء بنت السكن، بنت يزيد بن السكن، خطيبة النساء، مبعوثة النساء إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فكيف نجمع بين هذا وهذا؟ فيوجد من النساء من تبين أكثر من كثير من الرجال، والقرآن يقول وهو في الخصام حديث عن الإناث غير مبين. هذا أجاب عنه العلماء بأن الله يتحدث عن حالة خاصة وهي حالة الخصام، فحالة الخصام المرأة فيها ضعيفة، أضعف ما يكون، ولذلك حتى تحفظ للناس حقوقهم في أمر القضاء إذا لم نجد رجلين عدلين نأخذ رجل وامرأة. من أجل ماذا؟ لماذا نأخذ اثنتين؟ لماذا لم نقتصر على واحدة؟ قال تعالى فتذكر إحداهما الأخرى. فالمرأة لا تستطيع وقت الخصام أن تبين كثيرا، فحتى لا يضيع حقها وحق غيرها حفظ لها الإسلام ذلك، ولا شيء يحفظ ذلك إلا الإسلام. فإحداهما تتكلم والأخرى فقط ساكتة، خشية أن تنسى الأخرى شيئا فتذكرها به حتى لا يضيع حق. وهذا الذي أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام في قوله إن كنا ناقصات عقل ودين، فسألت عائشة قال أما نقصان عقلها فإن شهادة الواحدة على النصف من شهادة الرجل. هذا نقصان الدين، ليس تقصيرا في طاعتها لله ولا أبدا ابتعادها عن الله سبحانه، إنما الأمر خاص فيما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام. وأما نقصان الدين فإن الواحدة منكن تجلس وقتا خاصا وقت الدم عليها تجلس لا تصلي ولا تصوم، فهذا هو نقصان دينها، ليس نقصان في طاعتها لربها، وليس ضعفا في عقلها، إنما في حالة خاصة. ولعل الكثير من الرجال يتمنى بعض هذه الصفات حتى لا يصوم ولا يصلي، والله تعالى. إذا بارك الله فيك شيخ، كما تحدث قد هناك ما يسمى بالفرش، وهذه من المصطلحات اللي في المقرأ. إذا كثير من الذين يتابعون معنا الآن من المشاهدين بحاجة إلى أن يعرفوا هذا من القرآن. بسم الله، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى صحبه. عند علماء القراءة ما يعرف بالأصول والفرش، مصطلحاتهم في الأصول هي القواعد، مثل يعني المدود والغنة والإخفاء والإدغام ونحو ذلك. والفرش عندهم يعني هو الكلمات المفردات القرآنية التي تكون في السور مختلفة بين القراء، وليست بقواعد وثوابت. يعني مثلا ينشأ وينشأ، هذه يعني يختلف فيها الراوي، بينما مثلا حكم مثلا تحقيق الهمزتين عند أهل الكوفة ثابت يعني، والتنسيل عندنا هذه أصول تدور في القرآن كلها. بالتالي اصطلحوا على هذا المصطلح أن الكلمات التي يعني ليست ب قواعد ولا تسمى عندهم فرشا يعني، وبالتالي معناها عندنا احنا اليوم عندنا اليوم من الفرش مثلا عندنا عند الرحمن وهي قراءة نافع، وعندنا عباد الرحمن وهي قراءة يعني عاصم حفص يعني. بالتالي عندنا ايضا اوشهدوا هذه يعني فيها لنافع يعني روايتان، الرواية الاولى رواية قالون، وهو يعني طبعا تسهيل الهمزة الثانية على مذهب نافع، لكن بإثبات المد وهو ألف الإدخال على قول، أو عدم يعني إثباته، وكلا القولين ذكرهما ابن غلبون عن قالوا مقرؤ بهما، قال الداني هما وجهان جيدان، لكن المقدم عندنا هو إثبات المد. وإثبات المد يعني الهدف منه هو الفصل بين الهمزة المحققة والمسهلة، يقول ابن بري رحمه الله ومد قالوا لما تسهلا
بالخلف فيها أشهد لي الصلة، أي جاء هذا المد ليصل بين الهمزة المحققة والمستهلة، بالتالي هذا من الفرش عندنا هنا، بينما ورش يبقى على التسهيل، وطبعا التسهيل هنا بين قال الشاطبي والمستهل بين ما هو الهمز والحرف الذي من مشكلة، المستهل بين الهمز ويعني الواو. نعم نعم، بينما حفص يقول أشهد كما ذكر الشيخ، هذا من الـ من الـ من الفرش عندنا هنا. كذلك من الفرش من الأصول الأحكام هنا حكم يعني ميم الساكنة التي جاءت من قبل همز القطع، وهذا من الأصول. إن هم لا يخرصون، إن هم لا يخرصون، هكذا كان الحلقة الماضية يقرأ ورش بإثبات الصلة، وطبعا بالمد، بالمد يقول إن هم لا يخرصون، ست حركات في المفصل، بينما يعني لا يتقال على الوجه، وعنده وجه آخر بالمد، لأن الهمزة إذا وقعت قبل محرك يكون لقال فيها يعني وجهان كما ذكر الشاطبي، وهو مذهب ابن كثير بلا خلاف. نعم. يقول الشاطبي رحمه الله ومن قبل ضمك من قبل لأن يقول دراك وقالوا من تأخيره جلاء، فقالوا له الوجهان يعني وجه بالصلة ووجه بالإسكان. نعم. نعم نعم الشيخ بارك الله فيك. هو طبعا نحن الآن ما شاء الله الناس أقبلت على القرآن في جميع المساجد، الآن بدأت ما شاء الله الناس تتلو كتاب الله في التراويح، لكن كثير من الأئمة يفضل رواية الإمام قالون لمواصفاتها التي تتميز بها عن رواية الإمام ورش، مع أن ورش كما يقول بعضهم أنه يعني صعب جدا من يتقن هذه الرواية نتيجة لمدودها ونتيجة لخصائصها المتميزة، لكن كثير من الناس يهمل هذه المدود الكثيرة، من يعني قرروا أن يقرأوا برواية الإمام ورش نلاحظ أن كثير منهم لا يفي بهذه المدود، والمدود من الأهمية بمكان عندما يتعلق الأمر برواية الإمام ورش عن نافع. إذن الشيخ نواصل في هذا المقطع. نعم، قوله تعالى وجعلوا الملائكة الذين هم عند الرحمن، أو القرآن عباد الرحمن، طبعا عند الرحمن فالملائكة عند الله عز وجل وهم في السماء، وخصهم الله عز وجل بما خصهم به. قال النبي عليه الصلاة والسلام وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله وتدارسون بينهم إلا نزلت عليهم سكينة وغشيتهم رحمة وحفت الملائكة وذكرهم الله في من عنده، فهم عند الله سبحانه وتعالى، يذكر الله عز وجل عباده الصالحين في الملأ الأعلى، وهم عباد الرحمن ليسوا أربابا، هم مخلوقون لله سبحانه وتعالى. ولذلك قال تعالى أشهدوا خلقهم، فالملائكة مخلوقون خلق من خلق الله عز وجل، خصهم الله عز وجل بما خصهم به، ونحن علينا أن نؤمن بهم إجمالا وتفصيلا في من ذكر بأسمائه. وجعلوا الملائكة الذين هم عند الرحمن إناثا، رد عليهم القرآن ردا واضحا، إما أن تكونوا شهدتم خلق الله للملائكة فعليكم أن تتحدثوا عنهم، هل هم إناث هل هم ذكور، ما صفتهم؟ إذا لم يحضروا خلق الله لما أراد الله أن يخلق الملائكة فلم يحضر هؤلاء الذين شككوا في ذلك، لم يكونوا حاضرين. إن لم تكن حاضرا فلا أقل من أن يكون عندك كتاب من الله سبحانه، وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم هم إلا يخرصون، أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون. هل عندكم كتاب على أن الملائكة إناث وأنهم بنات الله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا؟ لا شيء من ذلك. وما بقي إلا ما ذكره الله أن هؤلاء قلدوا من سبقهم من آبائهم وأجدادهم، بل قالوا بل الإضراب، بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون، والآية الأخرى إنا على آثارهم مقتدون. هذا هو مرضهم، هذا التقليد الأعمى الذي يجر صاحبه إلى هذا الشرك والباطل ورد الحق الصريح الواضح البين. ولذلك قال ابن عبد البر رحمة الله عليه لا فرق بين مقلد وبهيمة تنقاد بين جنادل ودعاثر. فالمقلد الذي يقلد على الباطل أنه وجد غيره على باطل فهو على ما كان عليه من سبقه، أما من هو متمسك بما كان عليه سلفه الصالح من آبائه وأجداده من الحق هذا يسمى خير خلف لخير
سلف كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والله وطبعا القرآن دائما يذكر الإنسان بهذه الحقيقة، أن الإنسان أعطاه الله من الطاقات ومن المواهب ما ينبغي أن يجعله يهتدي إلى طريق الله، فالتقليد الأعمى لا يوصل الإنسان إلا إلى التهلكة، وبالتالي على الإنسان أن يفكر هذه النعمة التي أعطاه الله إياها وهي نعمة العقل، وأن يستخدمها في التوجه إلى الله وفي معرفة طريق الهداية. شيخ، كنت قد أشرت إلى مسألة المدود، يعني بعض من الأئمة نلاحظ أنه يفرط أحيانا في مسألة المدود، ربما نوع من اختزال الوقت أو نوع من يعني احيانا يعني والله من الاخطاء الشائعه. احسنت، بارك الله فيك، هذا سؤال مهم وبالاخص اهم في هذا الوقت اللي الناس تصلي التراويح بروايه ورش. اقول ان روايه ورش كما ذكرت من الروايات التي فيها المدود الكثيره، فورش رحمه الله وحمزه مذهبهم يسمى الترتيل، وهو التحقيق، وهو مرتبه عاليه جدا تحتاج الى كثير من المدود والتوده والترسل. بالتالي من يقرا لورش اليوم من طريق الأزرق ولا يأتي بمد المفصل ولا يأتي بمد البدل ولا يأتي بمد اللين ولا يأتي المدود، هو لم يقرأ لورش من طريق الأزرق، وإنما ابتكر هو طريقا من عند نفسه هو. بالتالي أنصح الذين يقرؤون لورش الآن ويصلون التراويح، ويذهب البعض إليهم يقول لك أنا وعد فلان يصلي 25 دقيقة رواية ورشة، ما يصل ورشة يضحك يعني على الناس، وهو جاهل لورش إطلاقا. وللأسف هذه الرواية عمت بها البلوى، يقول لك واحد أنا وعد فلان يصلي برش، مرة قال لي واحد أنت ما تصلي برش التراويح، قلت له نصلي لا بحفص. قال لي لماذا؟ الناس تصلي برش ان شاء الله تبارك عليك بعد ما خلع منه الحمد لله رأيك نعرفه. هذه الشكرا يا غير بيا اللي نعرف لان السلم مطلوب منها التخفيف. وهذه الروايه يقبض لها حد مدود ويقبض لها احكامها، لا هي فرق عليه الليل مازال في الربع الاول قام من الحزب، بالتالي لا هي طال عليه الوقت. انتم عجاله منها، لان قالوا هو اللي قاعد تصلي به التراويح حارك عندنا، هو اللي حد بعدها مش صالح، هو اللي تقان يصلي بقالون لا زاد يصلي بحفص، يصلي بوجه يعني قصر منفصل، يصلي اللي بوجه مد منفصل يعني لا يطول على الناس. بالتالي هذا هو اللي لان اخذ بينا انا نصلي بحفص بقصر منفصل تخفيفا على الناس ورحمه الله. شيخكم تقالون بروايه الامام حفص عن عاصم. انا اصلي بروايه حفص. عاصم الترانها ربما اخف من روايه قالون. اخف، والهدف عندي منها هو التدبر يعني. لانها يعني فيها تدبر كثير احسن عندي، بالتالي وراعي الوقوف التي يعني التزمها يعني، وبالتالي احسن عندي حفص. مع ان لا افرق بين احد من القراء يعني، ما استوفت فيه شروط التعرف يعني، كل وفقنا وجه نحو كان يقبض التعرف. منها ما ثم، لكن ارى انا اني اقرا بحفص، مع اني الحمد لله اقرا بقالون، لكن انصح لهم الان يصلي التراويح واللي يمثلون واللي يمشون من هاي الناس. احد يعرف لانه يقرا برش من طريق الازرق، ما ياتي بالمدود لا ياتي الاحكام، ما يقرا برش، انما يقرا برش عن ورش عن نفسه هو القارئ، سبحان الله، ما هو عن شيء من طرق ورش يعني. وسبحان الله، هي نصيحة عمت بها البلوى الان. نعم، هي هذا ناصح امين اراد ان يتقرب الى الله بتلاوه هذا القران في شهر القيام، في شهر الصيام، عليه ان يتلو القران بالطريقه التي يجب ان يتلى بها. اذا الشيخ، نحن لا نريد ان نبتعد كثيرا عن موضوعنا، لكن في مساله تدبر القران بشكل عام وخاصه في هذا الشهر، يعني إذا نحن بعض المشاهدين بدأ الاتصال بنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. طبعا نحن الرقم الذي يمكن أن نستقبل عليه الناس 45 25 40 67، 45 25 40 67، هذا هو الهاتف الذي يمكن أن يربط بيننا وبين إخوتنا المشاهدين اليوم. إذا الشيخ، سألتك عن هل هناك من قراءة لغير المتدبر؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، بالنسبة للقرآن إنما أصلا أنزل من أجل التدبر. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقد عاب الله عز وجل حتى على الكفار عدم تدبرهم القرآن وهم كفار. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ فالتدبر هو الذي من أجل أنزل القرآن، من أجل، ومعنى التدبر أن تفهم عن الله عز وجل خطابه. هذا التدبر، أن تحاول أن تفهم عن الله هذا الخطاب، إما عن طريق مفسر، طريق مبين، وعن طريق
لغة واضحة بينة مطابقة لمعنى القرآن، وأن تفهم هذه الرسالة التي يرسل إليك القرآن رسائل الله ينبغي أن تفهمها مع بعض المشاهدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والسلام ورحمة الله. تفضلي أختي، قل لها الشيخ بن يمين المقطع يبدأ من قراية قول الله تعالى: وجعل الملائكة الذين هم عند الرحمن إناثا. إذا سمعتي سنة الآيات كلها. وجعلوا الملائكة الذين هم عند الرحمن إناثا الآية. الآية رقم كم شيخ؟ الآية 18. الآية 18. افتح المصحف واقرأي بدءا من سورة الزخرف. إذا إن شاء الله تمام. إن شاء الله راجعين إن شاء الله. عنا دائما يكون عندنا سنة متبعة في كل يوم أن تكون المصاحف مفتوحة من أول لحظة من هذه الحلقات، إذا حتى إن شاء الله نجتمع على القرآن وننظر إلى المصحف، نظر إلى القرآن والاستماع له وتدبره وقراءته، هذه أبواب خير كثيرة. إذا الشيخ كنت قد قاطعتك. نعم، وهذا التدبر هو التعلم، هو تعلم. عفوا ايضا بعض يبدو هناك بعض بدد. السلام عليكم ورحمه الله. راجعنا قلب ان شاء الله على هذه. عفوا مره اخرى شيخ. عفوا. نعم، التدبر من اطلاقاته معانيه التعلم الوارد في النصوص. ففي قوله سبحانه وتعالى عن النبي عليه الصلاة والسلام في وصفه: يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فهو تلا القرآن وعلم القرآن. إذن تلاوة القرآن ليست هي تعلم القرآن، فقد يتلو الإنسان القرآن ولا يكون متعلما للقرآن. فالنبي عليه الصلاة والسلام تلا القرآن على الناس وسمعه منهم، ولكنه مع ذلك أيضا زكاهم عليه وعلمهم هذا القرآن. ولذلك جاء حديث البخاري: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، لم يقل خيركم من قرأ القرآن أو رتل القرآن، خيركم أفضل ما يكون الإنسان وقت تفهم من القرآن ولو قل حفظه. والله نعم. بارك الله فيك. معي بعض المشاهدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا طبعا نشتاق والمشاهدون أيضا يشتاقون يسمعون المشايخ، اشتاق إلى أن نستمع المشاهدين، وهناك محاولات متواصلة للالتحاق بنا والتحلق معنا حول مائدة القرآن هذه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. تفضل يا أخي تفضل. نحن طبعا طبعا كلما بدأ يبدأ المكالمة ربما يحدث انقطاع. إذا الشيخ لو سألتك حقا، نحن ينبغي أن ننبه المشاهدين منذ أول وقت كيف نعيش مع القرآن، يعني كيف نوطن أنفسنا على تعهد هذا القرآن ونحن في الأيام الأولى من شهر رمضان. أولا يعني القرآن كي ذكر الشيخ الهدف يعني من الحكم الإنزال كي بيّن الله سبحانه وتعالى في سورة صاد: كتاب أنزلناه إليكم مبارك ليدبر آياته. والتدبر لا يمكن أن يحصل إلا بعد يعني ترتيل هذا القرآن ويعني تجويده. فالترتيل والتجويد معين على تدبر القرآن وتفهمه، فتعرف كيف يحسن الوقف، كيف يحسن الابتداء. مثلا الذي يقرأ قول الله تعالى يسبح له فيها بالغدو والآصال بقراءته. نحن وإياكم حريصون على أن نتيح فرصة للمشاهدين. وقالوا معي بعض المكالمة. طبعا نحن يعني سنفتح المجال أيضا بعض المكالمات إذا تغلبنا على مسألة الاتصال. إذا السلام عليكم. تفضل يا أخي. عليكم السلام ورحمة الله. إذا نشوف بارك الله فيك. أنت شوف نحن أرقامنا 45 25 40 67. هناك وصية للأولين والآخرين من المشاهدين أن يبتعدوا عن الجهاز حتى لا يحدث صدى في الصوت. إذا ربما نحن لم يعد يسمح لنا الوقت باستقبال مزيد من المتصلين، فهناك تعذر في مسألة الاتصال. إذا هناك أيضا هاتف يرن ومشاهد يريد أن يلتحق بنا. السلام عليكم. نعم الشيخ كنت قد قطعتك يعني خلص يعني بدون الوقت اليوم يعني إن شاء الله نحن. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي نحن نستمع إليك.
اقرا من قول الله تعالى: وجعل الملائكه الذين هم عند الرحمن اناثا. بسم الله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أجعل الملائكة الذين هم عند الرحمن إناثا. استمع يا أخي. وجعل الملائكة أسعدوا خلقهم. أعيد بداية الآية. أجعل الملائكة الذين هم عند الرحمن أخي إناثا. وجعل الملائكة، ما هي أجعل، وجعل. وجعلوا الملائكة الذين هم عند الرحمن إناثا. أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون. أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون. بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. إذا بارك الله فيك. وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية النذير. بارك الله فيك. إذا بارك الله فيك. استمع يا أخي للشيخ. بارك الله فيك. بارك الله فيك. لكن كنا نقول مره يمد يعني متصل قصر يعني ابائنا وكذا الا من امور نحتاج لمعالجه تالي قال المستعان تالي مراعاه المدود لكل قارئ مد وعدم الخلط والتركيب بين القراءات هذا مطلوب يعني التركيب مذموم عندهم يقول ابن الجزري ولا يركب ولا يجيد حسن الاداء التركيب مذموم تخلط بين يعني روايتين في كلمه وفي كلمات هذا مذموم عندهم يعني. وحقا من 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 الامور اللي ممنوعه بتاتا هي مساله ان تجتمع روايتان او قراءتان تجتمع روايتين او روايتين وقراءات في كلمه واحده. مثلا على سبيل المثال عندنا الاخره هذه مثلا اذا قلنا لاخي به نرقب. اذا قلنا لاخره ممكن نقول فيها لاخره لورش وممكن نقف نقول لاخره لحمزه وقفا يعني. يسيح الوقت لحمزة المراقب لأنه عندما يقف يعني بالنقل يعني بالنقل يسمى نقل حركة أن يقف بالنقل وبتفخيم يقول لآخرة ولا يمكن أن نقول هذا مثال يضرب بعض المشايخ غير مستقيم لأن شيء قراءة أخرى ترى هذا نعم ويعني لا يمكن أن نقول لا يمكن أن نقول الآخرة على أساس الجمع بين ورش وقال يقولون في كلمة واحدة ما هو جائز عموما. ابن الجزري قال أن التركيب مذموم يعني عبارة عن يعني الشراح يقولوا مذموم وهو خطأ يعني إذا شيخ نحن إذا سألنا خاصة هم اللي في نفس السياق كيف نتعامل مع هذا القرآن في بداية يعني حضرته وربما تكون أيضا بمثابة كلمة نودع فيها المقطع لأن أصبح الوقت قاب قوسين أو أدنى. إذا إن كان ولا بد من كلمة أختم بها فما كنا نتحدث عنه عن تدبر القرآن وتعلمه ومن المناسب جدا أن نبشر أنفسنا وغيرنا من المشاهدين ومن المسلمين الصائمين القائمين بهذه البشارة التي ذكر النبي عليه الصلاة والسلام وهي خطوة عملية أيضا وخاصة في شهر رمضان. وقد جاء في الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال للصحابة وكان بينهم قال: أيحب أحدكم أن يذهب إلى وادي العقيق فيأتي بناقتين كوماوين حسنتين من غير إثم ولا قطيعة رحم؟ قالوا بلى يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقال: لئن يأتي أحدكم المسجد فيتعلم آية يتعلم آية يعلم خطاب الله عز وجل فيتدبر هذه الآية
فيتعلم آية خير له من ناقة وآيتين خير له من ناقتين ومن أعدادهن ومثالهن من الإبل أو من النقو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فهذه نقطة عملية، أن تكون أول المساجد معمورة بتلاوة القرآن وبتفسير القرآن وتدبر القرآن، هذا واجب الأئمة والدعاة. وثاني أيضا واجب غيرهم أن ينهل من هذا الخير في بيوت الله، وأن نملأ بيوت الله عز وجل تسبيحا وذكرا لله سبحانه وتعالى وتلاوة القرآن وتعلم لهذا القرآن، ليرفع الله عز وجل ما بنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إن شاء الله نسأله سبحانه وتعالى من الخير كله عاجله وآجله. إذا كانت هذه هي الحلقة الأولى من هذا البرنامج في شهر الصيام، شهر القرآن الكريم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون في ميزان حسناتنا، وإن شاء الله لموكب متواصل ومع مشايخ القرآن ومع أهل العلم وأهل كتاب الله سبحانه وتعالى. إذا نلتقي بعد إن شاء الله في اليوم الموالي، أي يوم؟ السبت، بحول الله سبحانه وتعالى. وباسمكم جميعا نتقدم بالشكر إلى ضيفين اليوم، الشيخ الإمام المحدث أبو بكر عبد الرحمن، وأيضا الإمام بنيامين إبراهيم الخليل، إلى أن يضمنا ذلكم اللقاء بحول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات.